كلمنا عن وجودك النهارده وتكريمك في الأكاديمية البحرية، والندوة كانت مليانة من الطلبة. جميل جدا وشيء جميل ودعوة رائعة، يعني أنا اتبسطت منها جدا، وعاملين حاجة جميلة بجد. الواحد يعني فرح إن الشباب بتفكر بالشكل ده، وإن الأماكن اللي هي بتربي في الناس اللي طالع والشباب الجيل اللي جاي بتشجعه على ده وبتوفر له ده، وده شيء عظيم جدا. أتمنى أشوف كل المطربين جيلي وموجودين مع الطلبة هنا ومع في كل مصر كلها. كمان جمهور كله مستني الألبوم الجديد، تأجيلات وراء تأجيلات، إيه الأسباب؟ قرب جدا والله، قرب إن شاء الله. تأجيل بسبب الأغاني اللي تسربت؟ لا احنا عندنا حوالي 60 أغنية 60 أغنية يعني جاهزين ينزلوا، يعني فدي مش هي دي المشكلة خالص. يعني ممكن هنشوف الأغاني اللي تسربت في الألبوم ولا اخترت أغاني غيرها؟ لا، في أغاني كتير مش هتبقي سمعتي عنها خالص، يعني في مفاجآت. يعني هتغير البوستر اللي كنت واقف فيه على الهضبة ولا هو هيكون بوستر الألبوم؟ لا، الغي التانية دي. واقف على إيه؟ واقف على الأرض. واقف علشان العلاقة. لا 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 لا، أقول عليك طيبة ما تجيش منهم. انت ولا انت عامله طيبه؟ لا. يا خلاص، طبعا سمعت الكلام اللي ربطوا بيه وبين الفنان عمرو دياب بالبوستر. بنسمع كتير جدا وبنسمع اوحش من كده، واتمنى على السوشيال ميديا ان ربنا ياخدهم، ربنا يهديهم يا رب. مش قصدي ياخدهم، يعني قصدي يهديهم كده اللي قاعدين لده. لا ياخدهم، ليه ما ياخدهم بجد؟ والله فكره ياخدهم دي، لان مش طبيعي جدا ل 20-30 سنة عمرنا ما عملنا كده ولا لجأنا للحاجات السخيفة دي خالص. يعني مش لا، مفيش حد محتاج انه يعملها خالص. الفيلم الجديد عايزين نعرف شكله وأبطاله. لا. يعني هقول لك ان في فيلم، انما اقول لك ايه تفاصيله لا. بقينا بنستخبى دلوقتي. بص يا اسراء، الموضوع بقى كلنا مستخبيين لبعض. يعني اقول مش عارف، هتبص لي يخشوا على طول لجان تقعد تبوظ لك في شغلك. يعني ده بوستر نزل قالوا يعني كان لازم اقف على صندوق ولا مش عارف ايه، ولا اتربط بحبل ولا ايه، مش فاهم. يعني لا، مش التفاصيل. وخلي بالك ده من يعني من قبل، يعني انا متكتم على تفاصيل، وقت ما ربنا يريد ان يحصل يشوفه. لان خلي بالك ممكن تبص لي ما فيش نصيب ان ده المشروع ده يتعمل، يعني بيبقى قعدنا نهري بقى كده وخلاص. لا، فوقش هنشوفك في مهرجان القاهرة السينمائي؟ لا خالص، عمري ما حضرته. ما بتحبش تحضر المهرجانات؟ ما حدش يعني بيبعت لي دعوة. والجونة خالص، احنا مش فنانين مصريين. الله بيعتبرونا اجانب. والله العظيم ده برضو سبب يعني عملنا اسماعيلية راح جاي عشان السينما تبقى موجودة. لا، هم عاملين السينما ليهم، هم السينما دي بتاعتي بقى. يعني خليهم، احنا مبسوطين كده، احنا نفسنا مبسوطين، احنا مبسوطين، اعتقد ان هم مبسوطين، وخلي كله يبقى سعيد. يعني الصلح بينك وبين تامر عبد المنعم، عايزين نعرف كواليس. ان شاء الله رايحين لخير باذن الله، واتمنى ان يتم المسلسل. يعني نفسي المسلسل يتم بامانه، وهو ده هدفي. سيبك انت، ما اي حد ممكن يختلف مع التاني، او ممكن الدنيا تخرب مع حد وبنرجع حبايب وكل الدنيا بترجع تاني. خدت بالك؟ يعني صلحنا مع اسرائيل، مش هتصلح مع تامر. يعني مفيش المشكله، مش دي اهم حاجه. المسلسل وده خط احمر، انك انت تلعبي الناس وجمهور محمد فؤاد في حته مهمه بهذا الشكل، انك انت تعيشيهم في وهم ان في حاجه نازله ومشروع، وحد ما يبقاش عنده وعي بخطورة ده. أتمنى إن أي حد ليه علاقة بده يبقى واعي لده، نشكرك جدا عشان ما يزعلش من محمد فؤاد بس.